السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة إليكي أنتي. اليوم إن شاء الله حبيباتي حضروا مع بعض كيكة بدون بيض مسمات بالكيكة المجنونة أو شوكولات كريزي كيك، اللي كتجي صراحة لذيذة بزاف، بسيطة وسهلة المقادير. ما عليكم غير تبعوا معايا الفيديو. كنحتاجو كأس ونص من الدقيق الخاص بالحلويات، الكوب اللي استعملت مقياس ديالو 240 ملي اللي كيعادل كأس كبير ديال الشاي، ثلاثة معالق كبار من بودرة الكاكاو والمر البني، أربعتاش غرام من خميرة الحلويات أو بيكنج باودر، رشة ملح، نصف كأس من حبيبات سكر سنيدة، ربع كأس من زيت نباتية، نصف ملعقة كبيرة أو ملعقة صغيرة من عصير الحامض أو الخل الأبيض، ملعقة صغيرة من فانيلا سائلة أو سكر فاني، ثم نضيف كأس وربع من الماء البارد بحرارة المطبخ. ملاحظة بسيطة، فبغيت نقول لكم بأن هذا الكوب اللي استعملت موجود بالسوق ورخيص تقريبا كيدير 13 درهم، فما غاديش يبقى عندكم مشكل ديال العبار، تقريبا ما كاينش فرق كبير بينه وبين كاس علبه، فكنصحكم تشريوه وتستعملوه خصوصا بالنسبه للمبتدئات. خلطوا الخليط ديالنا مزيان حتى نحصلوا على هذا القوام بهذا الشكل. صبوا الخليط الكيك في المول القطر ديالو 20/20، او تقدروا تستعملوا قالب 20/30، دهنوه بالزيت او الزبدة ونعملوا ليه ورق الطبخ، فقط من باب الاحتياط الا بغيتي تحيديها من القالب بسهولة. دخلوها الفران بارد على 180 درجة، اي حرارة متوسطة بالنسبة للسيدات اللي عندهم فران كيتحل من الفوق لتحت، وحرارة مهيلة الا كان عندك فران عادي في جوج بيبان، لمدة ما بين 25 حتى 30 دقيقة حسب كل فران سيدة. بعد ما خرجنا الكيكة من الفران خليوها تبرد تماما، ثم ناخدو 50 حتى 100 غرام من الشوكولاتة الأسود، الأفضل تاخدو النوعية الجيدة، ف 50 غرام بربعة دراهم، ذوبوه وضيفوا ليه 3 معالق كبار من الحليب الساخن، خلطوه مزيان حتى يندمجوا، ثم وضعوه على الكيكة، خليوها تبرد على ما يقبض الشوكولاتة، ثم عملوا خطوط بالفرشات او خليوها سامبل، وضعوها في الثلاجه بعد ما تغطيوها بالبلاستيك الغذائي. صدقوني كتجي روعه، وخصوصا الشوكولاته كيزيدها بنه على بنه، كما شفتوا في المقادير بسيطه وغير مكلفه، وفي نفس الوقت كتعطينا كيكه رائعه المذاق كانك خديتيها من مخبزه راقيه، خصوصا ملي كديري ليها الشوكولاته نوعيه جيده، ف 50 غرام كافيه. كنتمنى تجربيها وتردي عليا. ما تنسيش تشاركي في القناة ديالي وديري جيم باش تشجعوني دائما نجيب لكم الجديد. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.